عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي المتابعين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كيكة سادة بلبن بودرة، بس سهلة وبسيطة وسريعة، ومقاديرها موجودة في كل بيت. ادي اللبن البودرة نخلناه عشان ما نغيبش عليكم، وادي الفروت المقادير اللي قبل كده اللي انتوا عارفينها بتاعتنا، كيس فروت واتنين فانيليا وواحد بيكنج باودر وتلات بيضات. ويلا خليكم معانا هنشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. هنحط 3 كوبايات من الدقيق من المعيار ده. اللبن دوت بقى انا كان عندي حبه تقريبا عملوا 1 كوباية من دي، ما عرفتوش والله، بس عادي عايروا واحده من دي لو انتوا ما عندكوش ايه مش عارفين تعايروا بايه. يبقى احنا نحط 3 من ده دقيق، 3 معيار من ده، ونبتدي ننخل. ماشي يا جوجو، على طول كده يا جوجو، توعلي الدقيق من غير ما ندخل، ينفع؟ انت ما سلمتيش على حبايبك يعني. سلمت عليهم. هندخل كده الدقيق. هنحط كده المكونات الجافة مع بعضيها. نكمل النخلة دي بقى ونقيه ونجيبكم. زي ما قلنا هنحط 3 من دول، ماشي؟ وادي كده اخر واحد. يبقى حطينا كام؟ 3 كوبايات من معيار الموف دي، واحدة لبن بودرة، وهنحط البيكنج باودر. هندخله برضه. يبقى احنا كده حطينا 3 مواد جافة مع بعض، الدقيق واللبن البودرة والبيكنج باودر، 3 احنا خلناهم مع بعض، هي دي المواد الجافة بتاعتنا. هنقلبهم بقى الاول كده على النشف. شاطرة يا جوجو. قلب الدقيق مع اللبن البودرة مع البيكنج باودر. البيض في البيض في التلاجة، شفت يا جوجو؟ هنحط البيض والفروت والحاجات التانية دي في الخلاط، والزيت والسكر. هنحط، احنا قلنا نحط 3 بيضات في الخلاط، وهنحط كيس الفروت والفانيليا في الخلاط، وهنحط 1/4 كوباية سكر من دي، وكوباية الا ربع زيت، و1/5 كوباية سكر. يبقى ضربنا في الخلاط ايه؟ 3 بيضات، ماشي، وكيس فروت، و2 كيس فانيليا، و1/4 كوباية زيت، 1/5 كوباية سكر، وكوباية مية. كل ده بالمعيار الموف اللي احنا استخدمناه، ماشي. وكده يبقى خلصنا الكيكة. هننزل بقى بالمواد السائلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسهل كيكة واسرع طريقة. ايه رأيك يا جوجو؟ تحفة. احنا الميه اللي حطيناها 1 كوباية منين؟ من الحنفيه عادي، مش ميه سخنه ولا حاجه، الميه اللي الميه اللي بنشربها عاديه، عشان احنا حاطين لبن بودر. لكن انتي بقى لو عايزه تحطي لبن عادي حطي. احنا قلنا نعملها بمكونات سهله وبسيطه وموجوده في البيت، مش هتكلفك اي حاجه، ولو لقيناها تخينه كده نزودها حبه صغيرين. حطينا ميه في الشفشق، ماشي، مطرح ايه الكيكه، بس نقلبها كده، بس لازم نقلبها في اتجاه واحد علشان ايه ما تبص معانا. هنقلبها بقى، خليكم معانا. وكده الكيكه تكون خلصت معانا. ايه رايكم؟ بقت حلوه اهي.
بصوا بقى اقول لكم تاني المقادير عشان ايه كان في غلط في المقادير في الاول، فعشان ما حدش يتلخبط. يبقى هنحط 3 بيضات في الخلاط الاول، 3 بيضات وكيس فروت واثنين فانيليا وسكر 2.5 كوباية وزيت 1.25 كوباية. يبقى كده خلاص المكونات السايله، وهنحط مع المكونات السايله كمان ميه. بكل ده بالمعيار الموف، ماشي. نيجي بقى هنا المواد التانية، هنحط مواد الجافة، هنحط 3 كوبايات دقيق وكوباية لبن بودرة وكيس بيكنج باودر. دول نخلناهم التلاتة مع بعض، تانيين ضربناهم في الخلاط، وبعد كده عملناهم ايه زي ما انتوا شايفين بالظبط. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حتة تانية، وحطوا لايك. ودي الصينية بتاعتنا بتاعت الكيكة، دهناها زيت، وهنحط الكيكة معاها في قلب الصينية. شفتي ارتش؟ ماشي يا جوجو. وكده يا حبايبي تكون الكيكة حطيناها في الصينية، حطها في الفرن، هتاخد من نص ساعة لأربعين دقيقة حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك. جربوها، سهلة وبسيطة وسريعة وموجودة في كل بيت، مكونات مش هتحتاجي حاجة. حتى لو ما عندكيش لبن عادي، لو ما عندكيش لبن جاموسة او بقري في البيت، لبن بودرة عندك هتمشي ايه الدنيا يعني. ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا الفيديو للاخر عشان يوصل لكم كل جديد. وبكده يا حبايبي تكون الكيكة خلصت معانا. بصوا اي كيكة بيبقى فيها الفرق ده ماشي، يعرفوا اللي هي كده كيكة ناجحة، ماشي. جربوها بالهنا والشفا، هتعجبكم، سهلة وبسيطة وخفيفة مش مكلفة. حطوا ايه لايك، حاسبي يا لولو حاسبي عشان الصينية سخنة. حطوا لايك وسبسكرايب وشير الشركة في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد حلقات. هنقطعها بقى، بصوا السخنة ازاي وبنقطعها. كده يا حبايبي تكون الكيكه خلصت معانا، جربوها وهتعجبكم. بصوا تحفه تحفه تحفه، بصوا كيكه تحفه. ايه رايك يا جوجو؟ واو حلوه. بصوا السفنجيه ازاي جميله، حطيتها هنا عشان اعرف اوريكم كلها. خلي بالك ده لسه سخنه يا جوجو. ايه بصوا، بسم الله ما شاء الله، بصوا جميله اهي، جربوها تعجبكم بالهنا والشفا. وحطوا ايه لايك، لايك كتير كتير كتير، اشتركوا في القناة على الجرس، وسلام عليكم. باي باي.